مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة معايا نجم. أنا شخصيا مبسوطة جدا إن هو موجود معايا النهاردة، بالنسبة لي من أفضل حراس المرمى في مصر، كابتن محمد بسام. برحب بيك، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. في البداية طبعا هنتكلم على حاجات كتير قوي يعني تخص الطقوس الرمضانية، ولكن عايز أعرف منك في البداية شايف الموسم ده إزاي لطلائع الجيش؟ والله طبعا الاول كل سنه والامه العربيه والاسلاميه كلهم بخير، ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله، وعاد الله علينا يعني بالخير والصحه والسعاده، ودايما نبقى في احسن حال. يعني انا شايف ان احنا السنه دي الحمد لله يمكن بدانا بدايه قويه جدا قبل الدوري ببطوله بالنسبه لنا كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. يمكن في الدوري لما ابتدينا ما كانش احسن حاجه، يعني احنا كلنا كنا مقتنعين ان احنا دخلنا الدوري متاخر، بدايه ما كانتش كويسه في الدوري، يعني الدنيا ما كانتش في احسن احوالها بالنسبه لنا، كان توفيق بعيد عننا بشكل كبير جدا. لكن بعد التوقف الاولاني بتاع كاس افريقيا المنتخب لما رجعنا الحمد لله الدنيا ظبطت بشكل كبير جدا، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسب فرق كبيره، فاركو كسبنا، فاركو كسبنا المصري، كسبنا فيوتشر، فالحمد لله المكاسب دي حطتنا في حته كويسه في الجدول، في جدول الدوري. وان شاء الله الفتره الجايه يعني انا شايف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه ونحاول نحسن من مركزنا اكتر ونبقى في مكانه يعني لحد ما تخلي الاداء احسن من الفتره اللي فاتت. بس انت الموسم ده شايف ان هو اصعب من الموسم اللي فات؟ طبعا الموسم السنه دي صعب جدا، كل الفرق اللي موجوده عندها طموح ان هي تبقى موجوده بشكل كبير في الدوري السنه الجايه، فده مصعب الدنيا، خاصه ان الناس الفرق اللي صعدت كمان السنه اللي فاتت للدوري الممتاز كلهم فرق صرفت، جابت لعيبه كويسه عندها امكانيات كبيره، ما بقاش زي الاول بتبقى عارف مين اللي هيبقى بينافس على الهبوط ومين اللي قريب للهبوط. السنه دي الموضوع مختلف، فاعتقد ان الموسم السنه دي فعلا صعب جدا، مش هيتحسم دلوقتي خالص مين اللي هيبقى موجود ومين اللي مش هيبقى موجود، مين حتى اللي هيبقوا الاربعه الاولانيين، فالقصه السنه دي صعبه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعدي بس الفتره دي كتيم طلع الجيش، نعدي الفتره دي ان احنا نبعد عن المنطقه اللي تحت، ونحاول ان احنا ان شاء الله نفنش في مركز كويس باذن الله الدوري السنه دي. هنرجع لورا شويه، خليني ارجع لبداياتك. انا سامعه لعيب باسكت بول وما كنتش عايز اصلا تبقى حارس مرمى، حاجات كده غريبه، ميكس كده غريب. لا ما حصلش، هو انا لعبت كذا رياضه، يعني انا لعبت في الاول كذا رياضه منها الباسكت بول والفولي بول ولعبت الكوره، فبالنسبه لي هو انا في الاول كنت بكتشف نفسي، يعني ما ده طبيعي، انا ما يعني انت ما كنتش عارف انت عايز ايه بالظبط، يعني كنت باسكت بول شويه، فولي بول شويه، كوره شويه، لحد ما حسيت ان في موهبه انا حاسس يعني كذا، بلعب بره مثلا، بلعب في اي حته مثلا في المدرسه في الكلام ده، فكان باين ان في موهبه في حته حراسه المرمى دي، فجيت اختبارات نادي الجيش على طول، فالحمد لله يمكن انا ما لحقتش حتى انزل اختبارات، هي الناس اول ما شافتني يمكن كان اللي هو سمير الهادي هو مدير قطاع الناشئين، وكان الكابتن وحيد والكابتن شريف عبد المنعم هم دول مدربين الحراس اللي كانوا بيشرفوا على الاختبارات، فانا اول ما نزلت الملعب ما كملتش الاختبار وطلعت قبلت على طول، ومن ساعتها بقى وانا في نادي طلائع الجيش. لكن انا لعبت فولي بول ولعبت باسكت بول، يعني ما ده طبيعي، انا لسه كنت بشوف انا موهبه رايحه لفين، فالحمد لله يمكن ربنا دلني على الطريق الصح الحمد لله.